خلينا متفقين ان الفيديو ده مش معمول للناس اللي جابت الدرجات اللي هي عايزاها في ثانويه عامه او تدخل الكليه خلاص اللي هي عايزاها، بس مش معنى كده ان انت تمشي من الفيديو. لا، في كلمتين عايز اقولهم لك. اول حاجه عايز اقولها لك، انت اوكي جبت الدرجه اللي انت عايزها في ثانويه عامه، اوكي هتدخل الكليه اللي انت كنت بتحلم بيها، خلاص فرحت اهلك وفرحت الناس كلها وخلاص هتدخل خلاص الكليه اللي انت عايزها، بس عايز افكرك ان انت داخل انت و 3000 او 4000 واحد في نفس الكليه دي، طبعا على مستوى مصر كلها، يعني على مستوى الجامعات كلها اللي في مصر، وكلكم المفروض الاكفأ فيكم هو اللي هينزل ياخد ال 20 وظيفه اللي موجودين. انتوا 3000 او 4000 نازلين بس على 20 وظيفه واللي بياخدوهم الاكفأ. فانت كده مشيت يعني خطوه قدام ماشي حلوه اوكي كل حاجه، بس اللي جاي اصعب. تاني حاجه ما تبقاش مستفز، بمعنى مش تروح لصاحبك تقول له على فكره انا جايب 96% وكان نفسي اجيب 98%، بس انا اتظلمت في ثانويه عامه على فكره، وكنت مذاكر واتظلمت وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل في المنظومه الفاشله، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حاجه. ماشي اوكي كل حاجه، انت كان نفسك تجيب 98% وجبت 96، ممكن تختلف معاك في الكليه اللي انت كنت عايزها او المحافظه، يعني مثلا انت كنت تدخل القاهره دلوقتي تدخل مثلا حلوان، الكلام ده ماشي اوكي، بس راعي اللي قدامك اللي ممكن يكون مثلا شايل ماده او جايب حاجه و80%. ما تبقاش مستفز. نيجي بقى للناس اللي كانت نفسها تدخل كليه معينه او كان نفسها درجه معينه في ثانويه عامه، بس حصل دروب جه في ثانويه عامه معاها وما جابتش الدرجه دي ومش هتدخل الكليه اللي هي كانت نفسها فيها. قبل ما نتكلم في اي حاجه خلينا متفقين ان الثانويه العامه دي اصلا مش هتنفعك باي 2 جنيه قدام. انا ككريم اسماعيل ما نفعتنيش باي 3 جنيه في حياتي اصلا، ولا هتنفعني باي 3 جنيه في حياتي اصلا. انا تجاره وشغال يوتيوبر وشغال كوتشنج، ملهاش اي علاقه باللي انا فيه اصلا، ده ملهاش اي علاقه اصلا بالتجاره. وخلي بالك انت لو مشغل الفيديو ده عشان انت مستني مني كلمتين ان انا طبطب عليك واقول لك معلش واللي جاي احسن واللي فات ما خلاص ننسى اللي فات والكلام ده، لا، السوشيال ميديا كله مليان فيديوهات طبطبه ومليان فيديوهات كلها معلش. انا هنا جاي كاخوك الكبير اللي انا اللي حصل لي كل ده في السنه اللي فاتت، فجاي انك بقى اللي حصل كله بقى بالفكر اللي عندي بقى. نتكلم بقى بجد. اول حاجه للناس اللي كانت نفسها تدخل كليه معينه او كان نفسها درجه معينه بس ما دخلتش الكليه دي او ما جابتش الدرجه دي، اول حاجه ليهم هو اوكي حاجه وحشه، اوكي حجر اتحط قدامك في الطريق اللي انت كان نفسك فيه، لو انت مثلا نفسك تدخل اعلام عشان انت عندك هوس بالميديا، انت الدرجه دي ممكن تبقى عائق من قدامك عشان انت ما توصلش للحاجه دي، اوكي حاجه وحشه جدا، بس مش معنى كده ان انت تقعد بقى جنب الحجر اللي قدامك ده وتفضل تعيط. طب بعد كده هتعمل ايه؟ قوم بقى غير السكه اللي انت كنت هتمشي فيها، خلاص انت كنت ماشي في طريق وخلاص لقيت الطريق ده مسدود، ارجع بقى وشوف انت هتمشي السكه تانية ايه، شوف بقى يعني هتبقى صعب قوي ان انت تكمل وبعد كده تعمل كارير شيفت، يعني لا، احسن حاجه دلوقتي ان انت خلاص تعمل بقى ريتيرن بقى ترجع تاني وشوف انت هتدخل في انهي طريق. ولازم تبقى عارف ان انت ممكن تكون ذاكرت مذاكره اللي تجيب حاجه و90%، ممكن تكون ذاكرت مذاكره ان انت تدخل الكليه اللي انت عايزها، بس ربنا اراد ان انت ما تدخلش الكليه دي، ربنا شايف ان انت لو كنت دخلت طب اللي انت كنت عايزها او هندسه اللي انت كنت عايزها كنت ممكن تكره حياتك كلها بعد كده قدام. لازم تعرف ان ربنا نور لك لمبه قال لك لا الطريق ده مش خير ليك، فانت اول حاجه المفروض تعملها تقول الحمد لله. تاني حاجه تبقى راضي وعارف ان الطريق اللي ربنا اختاره لك ده وربنا الطريق اللي ربنا هيختاره لك احسن من اللي انت كنت عايزه، احسن من الكليه اللي انت كنت عايزها، احسن من الدرجه اللي انت كنت هتجيبها، كنت ممكن بعد ما تروح اللي انت كنت عايزه كنت ممكن تتسوح وتكره حياتك كلها. اخر حاجه في الفيديو ده عشان ما اطولش عليك، الناس اللي جابت الدرجه اللي هي كانت عايزاها وخلاص هتدخل الكليه اللي هي عايزاها، نايس جدا، عايش جدا، خلاص انت كده مشيت في الطريق اللي انت عايزه، اللي جاي اصعب. الناس بقى اللي كانت نفسها في درجه معينه او نفسها في كليه معينه وما جابتهاش او ما وصلتش للدرجه دي، انت ممكن تعدي اللي جاب الدرجه اللي هو اللي كان نفسه فيها ده ويدخل الكليه اللي هو كان نفسه فيها، بالكورسز اللي انت بتاخده بالمجهود بتاعك ممكن تعديه في الحته اللي انت كنت عايزها، انت ممكن بالاجتهاد اللي انت تعمله ده تعديه في اللي هو كان الدرجه اللي هو كان جايبها. واخر حاجه واهم من كل ده، ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان تنفع اصدقائك، ما تنساش تعمل منشن لصاحبك اللي جاب درجه حلوه او جاب درجه وحشه او اللي كان ثانويه عامه اصلا هيفيده اول فيديو ده، وما تنساش تدخل على اليوتيوب وتعمل سبسكرايب لليوتيوب، ما تنساش تدخل على الفيسبوك وتعمل فولو على الفيسبوك او لايك على الفيسبوك. احنا خلاص قربنا نوصل ل 20,000 وده رقم ما كنتش متخيله اصلا. وبس كده، يس كوتشنج، هاي كوتش.